مشاعر الهارب. مشاعر الهارب في توأم الشعلة محتاجين نفهمها، محتاجين نفهم هو بيحس بإيه، ومحتاجين نفهم هو مشاعره عاملة إزاي عشان نعرف نتعامل معاه، علشان ما نظلموش، وعلشان ما نقعش في فخ الهارب كمان، لأن الهارب نفسه ما بيبقاش قاصد إن هو يعملك فخ، بس هو بيفتكر كده إن هو عادي يعني تمام، بيحبك وبيحب العلاقة فهو عايز يفضل كده، بس ما بيفكرش خالص ان ده ممكن يضرك. فاحنا محتاجين نفهم مشاعر الهارب علشان ولا نظلم الهارب ولا نظلم نفسنا. رحلة توأم الشعلة غالبا ما بتكون يعني رحلة مش سهلة، ملعبكة كده شوية، وخصوصا في المراحل الاولى، وان احنا نحاول ان احنا نكتشف مشاعر الهارب في توأم الشعلة مش حاجة سهلة خالص، لانه هو نفسه شخص مدربك ومكلكع وملخبط، وهو نفسه بيحاول يفهم مشاعره، فتخيل انت بقى بتحاول انت تفهم مشاعره، فبيبقى الفكرة انه هو مش بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل. وكمان انت الشخص اللي مطلوب منك ان انت تستحمل بقى كل الحاجات اللي بتحصل دي، وتشيل عنه كل الحاجات اللي بتحصل، وهو برضو مش فاهم حاجة. المهم دايما الاجابة بتكون تقريبا هو انه الهارب في توأم الشعلة مش جاهز للمستوى ده من الاتصال، بيكون الاتصال مكثف قوي وبيخده جدا وبيهرب، بس هو هيحاول ان هو يعني يمشي العلاقة على مستوى فهمه واللي المفروض تكون عليه العلاقة ده من وجهة نظره، وده طبعا يعني هيودينا في حتة بقى ايه، مشاعر ملخبطة، الدنيا هتلخبط اكتر. فهم سبب شعور الهارب في توأم الشعلة بده بكل الحاجات دي، انك تفهم هو بيحس بايه، بيكون ده جزء مهم جدا جدا علشان تقدر ان انت ترجعه او تستعيده تاني وتوصله للاتحاد في الاخر، يعني بعد هروبه، وخصوصا الهروب الكبير. مشاعر الهارب بتتغير بمرور الوقت، وفي وقت معين كده بيحس التوأم دايما بنفس الطريقة تجاه بعض، سواء الهارب او المطارد، وبيكون فهم اللي بيمروا بيه مش بيساعد بس في انه يخلي مرحلتك اللي انت فيها دلوقتي سهلة، لا كمان بيخلي معاد الاتحاد بيقرب بشكل اسرع بكتير. ففهم مشاعر الهارب دي حاجة مهمة جدا في الرحلة، وهو كمان محتاج يفهم مشاعرك، هو هيفهمها مع الوقت، وانت كمان هتتعلم ان انت تفهمها مع الوقت. الهارب دايما بيبقى فيه شدة عنده مش بيقدر ان هو يتعامل معاها. الهارب في توأم الشعلة بيحب المطارد، بس هو مش بيقدر ان هو يتعامل مع المشاكل والشدة اللي بيجيبها له الارتباط بتوأمه ده، يعني ارتباطه بتوأمه بالمطارد بيجيب له شوية مشاكل كده وحاجات كتير قوي كتير قوي بالنسبة له مش قادر عليها، بالنسبة له مش قادر ان هو يواجهها، فبيحس بانه فجأة فقد احساسه بانه هو فرد واحد، وبقى كائن مزدوج، فجأة بقى اتنين او بقى في حد مربوط بيه، وهو اصلا مش فاهم ايه اللي بيحصل، وساعتها بيحس ان هو مش قادر يبقى هو نفسه، وبيعتقد ان مشاعره دي باينه قوي، هو ما بيحبش كده، ما بيحبش ان مشاعره تبقى على الملأ كده قدام الناس، هو دايما متعود ان هو يخبي مشاعره. الهارب ما تطورش وما حصلتلوش يقظه ولا حتى تطور حتى كنمو بما يكفي ان هو يواجه اتحاد بين توأم الشعلة، هي مسألة وقت بس لما يفهم ان ده توأم شعلته،
وان توأمه هو الوحيد في الدنيا اللي هيقدر يخليه سعيد. لازم نفهم انه الهارب بيعاني من البعد عن توأمه، ومع ذلك ما بيبقاش عنده الشجاعة خالص ان هو يجرب الارتباط القوي ده، قد ما بيبقى عنده كم الهروب ده منه. واكيد الهارب على مدار حياته كلها عمره ما قابل علاقة زي العلاقة دي، كل علاقاته كانت علاقات سطحية، حتى لو متجوز عمق العلاقة نفسها ما بينه وما بين توأمه غير اي حاجة تانية خالص. من الصعب عليه ان هو يفهم اتحاد توأم الشعلة. ومن المشاعر اللي المفروض ان احنا نفهمها من مشاعر الهارب، الهارب بيكون عنده ماضي، ماضي ما تحلش، ماضي لسه سايب جواه جراح كبيرة. ومن خلال علاقة توأم الشعلة وبدأ بيكون لجراح الماضي دي تأثير سلبي على الهارب، لأن هي ما تعالجتش وبتولد الجروح دي شعور عميق بعدم الأمان بتكون في شخصيته الجروح دي، وبتمنعه من ان هو يعمل علاقة مرضية مع توأمه. بيكون مش قادر ان هو يطور علاقة سعيدة مع توأمه، بيختار انه يهرب. ولما بيكون بعيد عن توأمه بيحس بالفراغ وبالوحدة. هو عارف كويس قوي في اعماقه ان توأمه هو الوحيد اللي هيقدر على انه يحس معاه بالكمال، هو الوحيد اللي يقدر يحسسه بده. بس للأسف الواقع كله بيقول انه مش مستعد للارتباط ده، الارتباط المكثف ده. لازم انه الهارب يتبع مسار تطوري كبير قوي علشان يطور من نفسه وينمو، عشان يفهم انه لازم يقف مع توأمه ويبقى معاه. الهارب بيحصل له صدمة الروح، وبيتعرض الهارب للصدمة دي صدمة روحية لما بينفصل عن توأمه، توأم الشعلة المطارد. بيحس بفراغ وجودي مش بيقدر اي حد في العالم ان هو يملاه. مشاعره بتتعرض يعني لصدمة كبيرة، وانعدام الأمن والعواطف عنده أصلا اتعرضت قبل كده لجروح قديمة، فهو مش هيقدر ان هو يقدر ان هو يتأقلم. بيعاني من ألم شديد جدا، بيبقى عنده فراغ روحي كبير قوي، مش بيعمل اي حاجة غير ان هو بيزود من معاناته. ومع مرور الوقت بيبدأ في التطور، وبيبدأ ان هو يدرك انه مش هيقدر يعيش من غير المطارد. بياخد الموضوع ده وقت، ولازم على المطارد في توأم الشعلة انه يصبر علشان يفهم مشاعر الهارب، ويفهم ان ده تطور طبيعي بيعدي بيه علاقة توأم الشعلة. الهارب بيكون عنده أخطاء لما بيمر التوأم بمرحلة الانفصال، بيميل كل واحد منهم إلى إن هو يعمل شوية أخطاء. بس الهارب في توأم الشعلة من كتر ما بيبقى خايف قوي من الارتباط المكثف ده، لدرجة إن هو يقدر ان هو يتجوز شخص تاني عشان يهرب من مشاعره دي. انتوا متخيلين؟ ممكن يتجوز ويخلف اطفال ولسه برضو عايش وحاسس بالفراغ الروحي اللي سابهوله المطارد. وبيحصل كمان انه الهارب في توأم الشعلة بيكون عنده علاقات ساعات عابرة كده من غير اي عمق، كلها علاقات سطحية علشان يحاول ينسى او يخرج من الطاقة اللي المطارد عايشه فيها دي.
والموقف كده بيزداد سوء، والموضوع ده طبعا بياخد وقت طويل قبل ما بيفهم فعليا انه الانضمام لتوأمه هو اللي هيخليه سعيد، مفيش اي حاجة تانية ممكن تسعده غير كده. وبياخد الموضوع ده طبعا وقت طويل قبل ما هو يفهم فعليا ده، زي ما قلتلكوا كده، وغالبا ما بيرتكب مطارد توأم الشعلة خطأ كبير جدا، هو انه يفضل يدور على توأمه الهارب ويفضل بقى يتحايل عليه علشان يرجع له، والموضوع ده مش هيؤدي الى اي حاجة خالص غير ان الوضع هيزيد سوء وتأخير الاتحاد النهائي بينهم. غالبا ما بتكون مشاعر الهارب في توأم الشعلة بتكون متناقضة جدا، على الرغم من انه الموضوع بيبقى مش ماشي، الا انه بيحب توأمه المطارد جدا مع انه ما بيبقاش مبين ده خالص، لكن الارتباط المكثف ده بيخوفه قوي قوي فبيهرب. الهارب في توأم الشعلة عمره ما شاف ولا جرب ابدا صحوة روحية، وكان دايما بيكون عنده علاقات حب بس عادية، يعني عمرها ما كانت بالشكل ده خالص، وما كانش بيهتم ابدا ان هو ينمي من نفسه او يعني ينمي من العلاقات دي. عشان كده لما واجه علاقة قوية زي علاقة توأم الشعلة فهو فضل ان هو ينكرها اصلا من البداية كده، بينكرها، بيبقى عاجز ان هو يستمر في ان هو يعيش حياته زي العادي، وبيحاول ان هو يتجنب اي تغييرات. هو الهارب بيبقى عايز ان هو يفضل في منطقة الكومفورت زون بتاعته، الراحة الخاصة بيه، لانه مش عايز يخاطر ولا ياخد اي ريسك خالص. وبعد فترة بيدرك ان هو ارتكب خطأ كبير قوي 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 وبيندم عليه. ندم الهارب في توأم الشعلة لازم بيحصل، لأنه دايما بيخاف من التغيير فبيفضل قاعد في مكانه، بس في الآخر بيندم. كمان الارتباط المكثف ده بيتطلب صحوة روحية. علاقة توأم الشعلة بيبقى فيها ارتباط مكثف قوي، بيحتاج الصحوة الروحية دي. الهارب في توأم الشعلة مش مستعد خالص للعملية دي، لأن الصحوة الروحية بتخليه مش مرتاح، هو مش عايز يشوف أخطاء الماضي، مش عايز يعترف بيها، والضرر كمان اللي ممكن يكون سببه في الماضي لناس تانيين. هو بيفضل ان هو يفضل نايم النوم، مش عايز الصحوة الروحية دي، مش عايز اليقظة دي، مش عايز حتى ان هو يواجه ايه هو اللي هو بيحس بيه، ايه اللي زعل منه، ايه اللي ندم عليه انه عمله في حياته، مش عايز. وبالطريقة دي مش بيواجه نقط ضعفه الشخصية. في الاول بينكر الهارب في توأم الشعلة الألم، وبعدين بيحاول ان هو يتجاهله تماما، حتى لما بيجي يوم يظهر فيه الألم ده قدامه كده وبيبقى واضح قوي بيحاول ينكره. الألم ده موجود دايما عنده، بس هو الهارب عمره ما قدر على ان هو يواجهه ابدا. الهارب ما بيقدرش ان هو يواجه الألم. طيب ايه المفروض انه المطارد يعمله؟ الهارب في توأم الشعلة بيكون مشوش تماما بخصوص ايه هو اللي بيمثله اتصال توأم الشعلة. عشان كده لازم على المطارد في توأم الشعلة ان هو يصبر ويحاول ان هو يتفهم موقف الهارب في توأم الشعلة. مش كل الناس على استعداد للصحوة العميقة دي، عشان كده من الافضل هو الانتظار. مش لازم على كل مطارد في توأم الشعلة ان هو يدور على الهارب، ولا ان هو يصر على ان هو يرجع
يصر على عودته ليه ويفضل بقى يجري وراه ويطرده. ده احسن حاجة تقدر تقوم بيها هي انك تركز على نفسك وتكون سعيد بغض النظر بقى عن اللي بيعمله الهارب في توأم الشعلة. هيرجع الهارب مع توأمه لانه محتاج انه يحس بالكمال. ممكن انه يحس الهارب في توأم الشعلة بالخوف قدام الارتباط المكثف ده، وده هيخليه يهرب من الموقف كله، ومع ذلك هيفهم بعد كده انه في اشد الحاجة الى ان هو يكون مع توأمه، ومن المفترض ان هو يكون معاه، فهيقدر ساعتها ان هو يتغلب على العقبات دي كلها. فمطاردتك ليه مش هتعمل اي حاجة ولا هتغير اي حاجة. وبكده تكون خلصت حلقتنا عن مشاعر الهارب في توأم الشعلة. يا رب تكونوا استفدتوا منها وفهمتوها وعجبتكم الحلقة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتقولولي رأيكم في الكومنتات، علشان أنا بحب أسمع رأيكم جدا. الاستشارات بتكون عن طريق صفحة الفيسبوك لما بتعملوا لايك وتبعتولي مسج. الاستشارات ما بتكونش في الكومنتس لأني ما بلحقش أرد طبعا في الكومنتات على الاستشارات، بس بحب أسمع منكم رأيكم أو تجاربكم في الكومنتات. ومعاكو أعماق الروح، لايف كوتش في العلاقات بشكل عام وفي علاقة توأم الشعلة بشكل خاص. مستنية منكو رأيكو في الفيديو، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. مع السلامة.